ممن كتب كما قلنا في أسرار سورة الفاتحة الشيخ ناصر ابن أبي نبهان الخروصي رحمه الله تبارك وتعالى، وعلق على هذه السورة تعليقات وشرح شرحا عاما. صحيح أن شرحه ليس بذلك الطول، لكن فيه من الفوائد العظيمة. وحقيقة هذا التفسير ما زال لم يطبع، وتم نشره بحمد الله، طباعته طباعة ونشره في موقع القبس الإلكتروني، تجدون هذا التفسير كاملا في 6 صفحات بحمد الله عز وجل. نريد أن نقف مع هذه الدروس والعبر التي ذكرها الشيخ ناصر بن أبي نبهان رحمه الله باختصار سريع حتى نربطها بهدايات الفاتحة الشريفة الكريمة. يقول رحمه الله، طبعا سأذكر لكم باختصار بالمعنى، قال: أولا في بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من سورة الفاتحة، وهي الآية الأولى، لذلك نجد الرقم 1 فيها، وهي يجهر بها في الصلاة ويجهر بها في غير الصلاة، ويبتدأ بها هذه السورة، وإن كانت تبتدأ بها كل سورة بعد ذلك إلا سورة التوبة، فلكنها في سورة الفاتحة هي الآية الأولى مرقمة بالرقم 1، ابتدأت بها في معرفة الله. يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان: ابتدأ بها لمعرفة الله وحلول البركة والتبري من الحول والطول والقوة إلا بالله. فابتدأ بها أولا معرفة بالله، أنك تنطلق في كل عمل تعمله وفي كل قول تقوله ببسم الله، فأنت هنا دخلت في معرفة حظيرة من تستعين به وتبدأ عملك وصلاتك وعبادتك وكل أمر من أمورك بمعرفة الله. فإن الإنسان لا يمكن أن يستعين بشيء لا يعرفه، والله تعالى لا يمكن أن يجهله أي عقل، أن يجهله أي عقل أو أن تحيد عنه أي نفس، وهو رب الأرباب، دلت المخلوقات على عظمته، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة وفي كل تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بسم الله عندما تقولها أنت هنا تنزل في حضرة القدسية في الرب بالرب جل وعلا الذي يحيطك بسياج بسم الله، فلا يحوم حولك شيطان، ولا يقربك نسيان، ولا تأتيك شهوات ولا محرمات، ما دمت قد دخلت في كنف الله وقلت بسم الله أحاطك الله تعالى بهذه المعرفة. ثم تتجلى هذه المعرفة على قلبك وتشرق فيه الأنوار وتنبثق منه الهدايات، معرفة الله. ثانيا حلول البركة، فإنك عندما تقول بسم الله أي أستعين بسم الله، أو أتلبس في عملي ببسم الله وببركته، أنزل في هذا العمل كصلاة أو عمل أو أي شيء تمارسه، تنزل بركة اسم الله عز وجل فيه، فكأنك تقول بالله عملي وببركة اسم الله يتبارك عملي، فتستحضر إذن معرفة الله وتستحضر تلك البركة التي تنزل في هذا العمل. ثم ثالثا في البسملة التبري من الحول والقول إلا بالله، من الحول والقوة إلا بالله. تبري أي أنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فلولا أن الإنزارع عندما يريد أن يزرع يقول بسم الله، هل يستطيع أن ينبت هذا النبات؟ وإذا نبت هل يستطيع أن يحافظ على نباته حتى ينمو؟ وإذا نما هل يستطيع أن يخرج منه الثمرة؟ وإذا أثمر هل يستطيع أن يحفظ هذه الثمرة حتى تنضج؟ وإذا نضجت هل يستطيع أن يحفظها حتى يأكلها أو حتى يبيعها لغيره؟ إذن بسم الله تحيطك في جميع أمورك بالتوفيق والبركة والإحاطة والحفظ، وكذلك عملك، فإن كل عمل يبدأ بسم الله يبارك الله فيه، دراسة، عمل من الأعمال، رزق من الأرزاق، نشاط من الأنشطة، تحفه بسم الله
ثم تتجلى في تلك البسملة الرحمن الرحيم الذي سنتناوله بعد قليل. أما الحمد لله رب العالمين، فيقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان رحمه الله: دلت على وجوب الشكر، لأنك تقدم بين يديك حمدا جليلا لله عز وجل، ومن منا لا يفتقر إلى الله ولا يشكره، كل ذرة من ذراتك نعمة من الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لو نظرت يمينا وشمالا فوقك وتحتك نعم لا تحصى ولا تعد. والله تعالى يحمد حمدين، حمد قديم وحمد حادث. الحمد القديم لأنه إله أزلي اتصف بصفات الكمال، أنت عندما تسمع الآن عن إنسان يقولون فلان ما شاء الله عليه، فلان كذا كريم، فلان شجاع، فلان مخلص، فلان يضحي من أجل الآخرين، أنت ولو لم تعرف هذا الشخص سبحان الله تقول ما شاء الله على فلان، بارك الله في فلان، جزا الله خيرا فلان أو فلانة. فهذا الشكر أنت لا تعرف هذا الشخص ولم يقدم إليك معروفا فشكرته. فكذلك والله تعالى لله المثل الأعلى، الله تعالى يحمد ولو لم يعطي أي نعمة، فكيف إذا أعطاك كل نعمة؟ فيحمد الحمد الثاني، الحمد الحادث، الحمد الذي يكون عند النعم. فإذا أتى ذلك الشخص وتعرفت عليه وقدم لك خدمة شكرته شكرا آخر غير الشكر السابق قبل أن تعرفه، فإذا قدم لك خدمة ثانية شكرت والثالثة شكرت والرابعة، فكيف بمن يعطيك نعم لا تحد ولا تحصى؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا تجمع كلمة الحمد لله رب العالمين جماع الحمد القديم والحديث في الدنيا وفي الآخرة في كل أمر من أمورك، الله تعالى مستحق للحمد ولو لم يعطيك شيئا ولو لم ينعم عليك بشيء، وهو مستحق بالحمد لأنه أعطاك ووهبك. إذن هذا الأمر الأول كما يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان رحمه الله، دلت على وجوب الشكر. ثانيا دلت بدلالتها على الندب بأداء المندوب وإن أمكن، وعلى ترك المكروه وترك المحرمات، لأنه هكذا تكون حقيقة الشاكر إذا صادق شكره وصحت مروته. لا يمكن أن يقول الحمد لله، الحمد فقط باللسان لا يغني وحده، حتى تخضع الجوارح لهذا الشكر ولهذا الحمد. ولذلك الله عز وجل لا يقبل من إنسان أن يمدح ربه ثم يعصيه، لا يمدحه ثم لا ينفذ أوامره، لا يمدحه وهو لا يتقرب إليه بما يحبه. فإذا العبد يعني يتقرب إلى ما دام حمده، فإذا عليه أن يسارع في أداء فرض وأداء مندوبه وترك محرماته والابتعاد عن منهياته ومكروهاته، وأن يتوقع بل أن يسارع في المندوبات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين إنما تشرع شروعا حقيقيا في مسألة أنك تقدم هذا الحمد بالقول والفعل بالذاكر والباطن بالسر والعلانية في كل أمر من أمورك منقادا مذعنا تتحبب إلى مولاك، ليس بما افترض عليك فقط بل أكثر بالمندوبات، ولا تترك المحرمات فقط بل تترك أكثر من ذلك المكروهات بقدر استطاعتك. هذه هي غاية الحمد، وهذا أقصى ما يمكن أن يكون العبد حامدا كما يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان هنا في هذه المسألة. فانتبهوا لهذه الدقائق فإنها مهمة عظيمة. ثم يقول الشيخ في الرحمن الرحيم، هذا تقدمت معنا في البسملة، لكن هنا يقول حملت الرحمن الرحيم حملت الرجاء للرضا بما قسم الله عز وجل والرضا عن الله تعالى، وكذلك فيها ما فيها من أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء ولا يبتعد عنها إلا من أبى، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة،
ومن عصاني فقد أبى. فإذا عندما تقول الرحمن الرحيم تستشعر من أعماق كيانك بأن رحمة الله وسعت السماوات والأرض وشملت الدنيا والآخرة وعمت الصغير والكبير وأحاطت بكل عبد من عباد الله طائعا كان أو عاصيا، فمن اقترب إليها شملت ومن ابتعد عنها حرم منها. فهذا باب واسع، يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان رحمه الله، باب واسع للولوج على العظيم الجليل من باب الرجاء. فالرحمن الرحيم ميزها رغم أنه ذكرها في البسملة، لكن أعادها مرة أخرى وخصها في آية أخرى لمزيد من الرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن بعد ذلك وفي قول الله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، عندما ذكر الرحمة أكدها باللام وإنه لغفور بإن وباللام أيضا، مما يدل على أنها هي أقرب إلى العبد من عقوبة الله. الله تعالى ما خلقنا ليعذبنا، ما خلقنا لينزل علينا نقماته، لكن الذي يأبى ماذا يعني يكون حاله، هو الذي أبى، هو الذي ابتعد. فرحمة الله شاملة واسعة، ذلك يركز هنا الشيخ على مسألة وجوب الرجاء، وأن تستحضر هذا الرجاء في كل أمر من أمورك بأن رحمة الله التي تطاول لها حتى إبليس قيل عندما سمع قول الله ورحمتي وسعت كل شيء قال أنا شيء، فقال الله فسأكتبها للذين يتقون، فيئس عندها. فإذا كان الشيطان وقد طرد من رحمة الله وهو يرجو رحمة الله، مع ذلك ما بالنا نحن والله عز وجل يدعونا. فإذا هنا تجمع لك هذه السورة الكريمة لتستعيد مرات وأنت تتلو السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ويعاد عليك الرحمة بعد الرحمة باسمين كريمين الرحمن الرحيم، وكلاهما صيغة مبالغة لمزيد من الرحمة، وتشمل الدنيا والآخرة وتشمل ما في السماوات والأرض، سبحان الله. ويقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان في قول الله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين فيها الخوف من سخط الله، وأن يكون العبد متوسطا بين ذلك أي بين الرجاء والخوف. فإذا كانت الآية الأولى وما قبلها في عميم رحمة الله وسعة مغفرته وسعة فضله على عباده، فإن هناك يوم الدين، مالك يوم الدين، تتذكر بأنه مالك يوم الدين. ولم يأتي هنا بآية أخرى على العقوبة، لم يقل يعني مثلا الرحمن الرحيم شديد العقاب أو ذو البطش الشديد أو ذو العذاب الأليم، لا، جاء بمالك يوم الدين لتحتوي معاني ألطف، لأن السورة سورة رحمة وسورة كرامة وسورة مرحمة. فمالك يوم كل شيء لا شك، لكن ملكه لذلك اليوم الدين تتذكر بأن لك مرجع إلى الله عز وجل. وما علاقة مالك يوم الدين من الرحمن؟ علاقتها واضحة جدا، بأن الذي رحمك في الدنيا وسددك للطاعة ما كان ليعذبك في الآخر. فإذا جئت إلى يوم الدين كانت الرحمة سابقة لك هناك، وهي أعظم من هذه الرحمة التي تكون في الدنيا لأنها قصيرة محددة بعمر قصير، أما هناك لا تنفد ولا تنتهي. وأعظم رحمات الله جنة الله ورضوانه، ورضوان من الله أكبر. زيادة على هذا بأن مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، مالك يوم الرجوع إلى الله، مالك يوم الفصل، مالك يوم الحساب، مالك يوم الفصل بين عباد الله، في كل ذلك ما فيه من رحمات. فإن الظالم يأخذ جزاءه والطاغي يأخذ جزاء طغيانه،
والله ينتقم للضعيف من القوي، وينتقم ممن للمظلوم من الظالم. فإذا هذا أيضا مالك يوم الدين توحي بالرحمة وتوحي بسعة عدل الله عز وجل، لكن فيها أيضا كما يشير الشيخ ناصر بأن فيها نوع من خوف. انتبه أن الله نعم رحيم واسع الرحمة، لكن هناك يوم سيحاسبك عليه، فالتزم أمر الله تنجو وتكون الرحمة لك شاملة في الدنيا والآخرة، وأن يكون العبد متوسطا بين ذلك، فلا خوف فلا رجاء يدعو العبد إلى التهاون عن طاعة الله أو في طاعة الله، ولا سخط يؤدي ولا خوف يؤدي بالعبد إلى أن ييأس من رحمة الله. وازن بين هذين. وجدنا بعض الناس، بعض الشباب اليوم يعني يصرف على نفسه ويصل الذنوب، الذنوب خلص خلاص، قال ما حالي، توبة خلاص، أنا يائس من رحمة الله، أنا مثواي النار، وييأس ويترك الحياة ويترك كل شيء ويصرف على نفسه ويضيق على نفسه. لا، وازن هنا، هنا رجح الرحمة. وإذا وجدت الغفلة في النفس والإصرار والإسراف والذنوب والمعاصي والآثام، فهنا رجح الخوف حتى يكون الخوف رادعا وزاجرا ومنذرا ومقرعا لك لتعود إلى ساحات المولى جل وعلا. فهما علاجان، رجاء وخوف، هذا يدفعك من هنا وهذا يدفعك من هنا حتى تكون على الصراط المستقيم. ثم يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان أيضا: إذا أحس العبد بنفسه وأنه مفارق للدنيا وإقباله إلى يوم الدين، أن يميل إلى الرجاء غير متجرد من الخوف، عندما يأتيه الأجل أو يقترب أجله يغلب الرجاء حتى لا يموت وهو يائس من رحمة الله، ولكن يكون مستحضرا أيضا للقاء الله. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان رحمه الله: وذكر لي والدي رحمه الله، يقصد أباه أبا نبهان الشيخ قاعد بن خميس رحمه الله، قال: ذكر ذلك في ميله إلى الرجاء حذرا من الشيطان أن يوسوس له بشدة الخوف. لماذا يرجح العبد عند الموت أو عند قرب الأجل عندما يكبر في السن يرجح الرجاء؟ حتى لا يضحك عليه الشيطان ويأتي يقول له خلاص أنت يعني عليك أنك تخاف وباقي من عمرك القليل وخلاص الموت بين يديك، وأنت الآن تحتضر وأنت الآن قاب قوسين من لقاء الله وخلاص ما شفائدة، وأنك أنت أسرفت، فيموت وهو يائس من رحمة الله. والموت على القنوط كبيرة من كبائر الذنوب، شوفوا انتبهوا لهذا، الموت على اليأس من رحمة الله هو كبيرة من كبائر الذنوب. فيموت العبد وهو يرجو رحمة الله ولو كان ما كان عليه من الذنوب، يموت وهو يرجو رحمة الله. وقد سمعتم كلمة يعني قالها الحجاج، من الحجاج بن يوسف الذي فعل وفعل والجميع يعرف، قال عند موته، قال: إن أما إن الناس لا يقولون بأن الحجاج كذا وكذا وكذا، يعني ما حال إلا النار يعني، قال: ولكني أقول لا إله إلا الله وأن رحمتك وسعت كل شيء. فأهل الظلم يتطلعون إلى رحمة الله، من باب أولى المؤمن يتطلع إلى هذا الرجاء. يشير الشيخ ناصر إلى أن أباه الشيخ قاعد بن خميس رحمهم الله جميعا إلى أن الميل للرجاء حذرا من وقوع في وساوس الشيطان الذي يريد أن يغلب الخوف على النفس البشرية فتبتعد عن الطاعة وييأس من رحمة الله ويقول خلاص ما شفايدة وعملي ما شفايدة، يترك الصلاة ويترك الأعمال الصالحة ويقول مهما فعلت الله ما يغفر لي. وجدنا هكذا بعض الشباب للأسف الشديد حتى يقعوا في الكفر والعياذ بالله، اليأس من رحمة الله أشد من الشرك حتى وفي هذه المعاصي العظيمة. إخوتي الأعزة، ثم يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هنا درجات، الآن كأن السورة تحملك على درجات، ابتدأتها ببسم الله وانتقلت إلى الحمد لله ثم إلى أن تتذكر ذلك اليوم العظيم بين الرجاء والخوف، وأن تعيش معهما في تربية للنفس وتهذيب، إلى أن تخضع في تطامن العبد فتستجمع تلك العبودية وتلك الاستعانة وتلك الربوبية وتلك القداسة وذلك الوقار في قول الله: إياك نعبد
وإياك نستعين. إذا ما كان لله من ثناء تقدم معنا في الآيات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ألم يقل الله عظم مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، عظمني عبدي؟ ذلك لله. ثم يأتي ما يكون للعبد، فإن العبد أثنى على ربه الثناء العظيم، فهو يريد أن يطلب شيئا. إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة والاستعانة. يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن العبادة من صلاة وغيرها لا تصح إلا بعد الإيمان. ولذلك هنا تأتي العبادة بعد ذكر ما يتعلق بالاستعانة بالله، وبعد الدخول في جوار الله، وبعد الحمد وهو من أساسيات العقيدة، وبعد تمجيد الله الرحمن الرحيم بأسمائه وصفاته الجليلة. فهذا هو الاعتقاد، ثم يأتي بعد ذلك العبادة: إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ثم إياك نستعين، وهو تأكيد لتلك المعاني العظيمة في العقيدة. فإذا العبادة تأتي بعد الإيمان. ثم يقول: وبدليل كون السورة على مثل ولي، يعني مثلها الشيخ ناصر مثل ولي يخاطب الله تعالى، ولي محبوب إلى ربه، وهو ولي لله يخاطب ربه، فهو يشاهد هل المخاطب بغفلة في كل قراءة قرأها، أي هو حاضر أو غافل. فكيف يقول إياك نعبد، نعبدك يا الله، وهو غافل، فكأنه يكذب على نفسه. وإياك نستعين، وهو يستعين بغير الله، وكأنه يخادع نفسه. إذن هنا ما يعنيه الشيخ هنا أن المخاطب يستحضر تلك الكلمات العظيمة وهي يقرأ آية آية بأنه يناجي الله، فإذا لا بد أن يكون حقا وصدقا هو في حقيقته وذاته، كما نطق وتلا وتكلم وردد من كلمات إياك نعبد، وهو في الحقيقة يعبد، أي لا يلعب في صلاته ولا يلعب في عباداته. وإياك نستعين، وهو في قمة الاستعانة في منشطه ومكره وفي كل أمر من أموره. ثم يقول الشيخ أيضا في هذه الآية: دلت على الأمر بالتعاون على البر والتقوى. هنا دخل الشخص ليس بمفرد، لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين، إنما قال إياك نعبد وإياك نستعين في المجموع، كأنه يقول لنفسه بأن عبادتي لا تساوي شيئا، لكنني أتقرب إليك يا الله بعبادة العابدين وباستعانة المستعينين، فأنا فرد من هؤلاء جميعا، ممن خلقت من الأولين والآخرين، فإن رحمتهم فارحمني معهم. هذا هو السر هنا في هذا، إن رحمتني فارحم. دائما الإنسان لما يكون في المجموع دليل على روح الجماعة، روح العمل الجماعي. إنما يأكل الغنم الذئب من الغنم القاسية، الفشل يدب في الآراء المفردة. لا تجد بأن الفشل يأتي مع التشاور ومع المجموع ومع الاجتماع ومع الاتحاد، فيها الوحدة، فيها الاجتماع، فيها العبودية للمجموع، فيها الاستعانة جميعا. دلت على الأمر بالتعاون على البر والتقوى إيجابا في موضع وجوبه، وندبا في موضع ندبه، ونفلا في موضع نفله، ومباحا في موضع إباحته، وحلالا في موضع حلاله. على أن الإنسان إنما يتقلب في عبوديته مع الله تعالى في كل أمر من أموره متوجها إلى الله، إن كان في أمر واجب، أي في عبادة واجبة، أو في مباح أو مندوب أو نفل أو أي عمل من الأعمال. وكذلك يقول الشيخ: الاستعانة أيضا فيها إياك نعبد أنه يتبرأ من حوله وقوته كما تقدم هناك. فإذا استعان بالله علم عجزه وضعفه بأنه بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيء، فهو يستعين بالله الذي يستطيع كل شيء. إن سدت الأبواب يفتحها الله، إن قل الرزق يأتي بها الله، إن لم تجد زوجا أو ولدا يرزقك الله، إن ضاقت عليك مشكلة ييسر الله حلها، إن دهاك كرب أو هم فرجه الله بإذن الله.
فكل أمر من أمورك استعن فيه وتوجه إلى الله، فإن علم الله منك الصدق، صدق القلب والنية والاعتقاد وصلاح العمل في الظاهر والباطن، أعطاك الله. ألم يقل الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل؟ فإذا الله لا يكذب، حاشاه جل وعلا، وإنما التقصير منا. عندما قرأ عمر بن الخطاب الفاتحة على ملدوغ فشفي، وقال رجل بعد ذلك ما لنا نقرأ الفاتحة ولا يشفى المريض ولا نداوي القلوب ولا تزول الهموم ولا تتيسر العسير ولا تنفرج الكروب، فقيل ذلك عمر، الفاتحة موجودة، ولكن أين عمر؟ عندما يتعامل القلب كتعامل عمر مع الفاتحة ومع القرآن الكريم يكون النتاج أفضل، وكلما قربت إلى الله كان عطاؤك أكثر. لذلك قلت دائما يعطيك القرآن، يعطيك الله من القرآن بقدر ما تعطيه من نفسك، بقدر الاستعداد لتلقي أنوار القرآن وهداياته، إذ تتفاعل تلك الإيمانيات وتلك الأسرار في وجدانك، في دمك ولحمك وعظمك وعصبك وسرك وعلانيتك، فبها تتناجى وبها تتكلم وبها تمشي وبها تفعل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول الشيخ هنا أيضا الابتداء في الدعاء بالتحميد والتسبيح والتكبير والاستغفار ومن سنن الملائكة والأنبياء، بمعنى أن العبد يعني واحد منا اليوم جاء يدعو مباشرة، الله تعالى يجيب ولا شك، لكن أفضل منه من يبتدئ الدعاء بحمد الله والاستغفار والثناء. التسبيح الآن نعرف يعني التسابيح الآن تأتي بالباقيات الصالحات، تأتي بالتسبيح 100 مرة، تأتي بالاستغفار 100 مرة، تحمد الله ثم تصلي على رسول الله ثم تدخل بعد ذلك في الدعاء. فلو قدمت هذه التقديمات كان دعاؤك أقرب إلى الإجابة. ولماذا؟ لأن هذا ما كان تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء وقد أجاب الله له. يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. إذن أتوا أول شيء يؤمنون بالله، يسبحون بحمد الله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ثم بعد ذلك يعني يقولون ربنا اغفر للذين آمنوا. فإذا متى أتى الدعاء؟ أتى بعد التحميد، وأتى بعد التسبيح، وأتى بعد الإيمان العقيدة، وأتى بعد الاستغفار. فإذا قدم لما بين يديك، قدمي. قال الله تعالى لموسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وما كان إلا في صحراء في طور سيناء، لماذا يخلع نعليه؟ إنما هذه تقدمة لكي يقدم على الله تعالى بغاية الأدب والتطامن والتواضع. فإذا هذا هو ديدن الصالحين على مرور الزمن، لا تدخل على حضرة الله هكذا حتى تقدم بين يديك هذا الذكر. لذلك كانت الفاتحة متدرجة بحمد الله وثنائه والاستعانة به وعبادته، ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. إخوتي الأعزة، وأما قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فإن الشيخ ناصر بن أبي نبهان رحمه الله يقول فيها أول ما يسأله الثبات على الاستقامة. استغفر الله، هذا من كلامي وليس من كلام الشيخ ناصر. أول ما يسأله الثبات على الاستقامة، قال اهدنا الصراط المستقيم. لم يسأله المال، ولم يسأله الولد، ولم يسأله الجاه ولا المنصب، ولا أي زهرة من زهرات الدنيا، ولا أي متعة من متعها، ولا أي شهوة من شهواتها، إنما يسأله الاستقامة، لأن الاستقامة أغلى وأعظم من كنوز الدنيا، والموت على الاستقامة هي الكرامة كما يقول الإمام محمد بن عبد الله الخليل رحمه الله. الاستقامة فقط، ليس أنك تستقيم فقط، إنما تثبت على الاستقامة وتدوم عليها، فإن الإنسان يكون مستقيما ثم ينحرف. كثير ما وجدنا شباب وأخوات كانوا مستقيمين وعلى خير وعلى صلاح وقراءة قرآن وأوراد ذكر، ثم تركوا كل ذلك وانحرفوا مع المنحرفين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، هذا دعاء النبي
صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ناصر بن أبي نبهان: دلت أي هذه الآية هدنا الصراط المستقيم على وجوب حبه لأهل محبة الله من أهل زمان، وعلى استحباب الدعاء إذا دعا لنفسه أن يشركهم في دعاء. إذن هذه تدل على حب العبد لربه وحبه لأهله أيضا. فهو يقول اهدنا الصراط، ولم يقل اهدني الصراط المستقيم، فهو يحب الهداية له وللناس أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الحق، اهدنا إلى الدين، أرشدنا إلى الخير، بعدنا عن الشر، وهكذا. فإذا مقصد الإنسان أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وإذا كان يحب لهم الدنيا وزينتها فما بالك حب الآخرة، حب العمل الصالح، هذا أعظم وأعمق. قال: وعلى استحباب الدعاء إذا دعا لنفسه أن يشركهم معه حتى يعم هذا الخير. أي ينوي عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم ليس وحده، وإنما جميع الناس وجميع المؤمنين. صراط الذين أنعمت عليهم، قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان رحمه الله، دلت على وجوب المحبة لمن أطاع الله تعالى والولاية له، لأنك تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأولين والآخرين، أهل ولاية الله عز وجل، فأنت تتولاهم وتحبهم وتدعو الله أن يثبتك على ما ثبتهم، وأن يقربك كما قربهم، وأن يحبك كما أحبهم. ودلت على ذم الإعجاب المرء بنفسه في دينه، هكذا يقول الشيخ ناصر بن نهان، ما يغتر بنفسه، ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيقول هذاك بيشفعوني، هذاك يعني يحبون الخير وكذا وكذا وكذا. لا، هو يعمل بنفسه، لا يملك الإنسان للآخرين شيء. نحاول أن نلملم الموضوع إن شاء الله في ختامه. فالأعمال الصالحة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وأن تكون عامة لأهل الخير، وأن يزكي نفسه، يقول الشيخ ناصر أيضا، وأن يرضى بأن يكون على طريقتهم نظرا إلى تعظيم شأنهم على نفسه. ودلت على استحباب التأسي لمن قدر من أهل الفضل في أدائهم لطاعات ربهم من واجبها ومندوبها ونفلها وترك محرمها ومكروهها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: دلت على البراءة من أهل العصيان من مشرك ومن مؤمن فاسق، ودلت على وجوب عدم التشبه والحذر من اتباع خطوات أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين وأهل الأوثان في كل صغير وكبير، فإن التقليد والتعظيم لهم والتشبه بهم في حركاتهم، في سكناتهم، في قصات شعرهم، في كلماتهم التي يرددونها في غير الحق، في تصرفاتهم، في استهزائهم، يدل على أنك تنسلخ من الإيمان. فاحذر، فأنت تدعو الله بالثبات على الاستقامة الذي هو دين الخيرين الصالحين من الأولين والآخرين، وأن تدعو الله أيضا أن يجنبك طريق الغاوين والضالين.